اهلا بحضراتكم من جديد. لما بنقول ان المرأة هي نص المجتمع، ده مش مجرد كلام عابر. الست المصرية كمان تحديدا بتساهم بشكل كبير جدا، يمكن بنسبة 95% في بناء المجتمع، ايد في ايد مع الرجل. وشفنا طبعا شفناها في مناصب كتير جدا ومسؤوليات كتير جدا، من ضمنها ان هي بتشارك الرجال في كمان الوعظ الديني. يمكن دي احنا مش متعودين نسمعها، مش متعودين نسمع عن واعظة دينية، فده هيخلينا اكتر ان احنا نتعرف موضوع واعظة دينية دي بدأت من امتى؟ هل هي حاجة موجودة من زمان واحنا مش واخدين بالنا، ولا المهنة دي لسه يعني ظاهرة قريب؟ طيب مواصفات الواعظة الدينية، طب تأهيلها بيكون شكل ايه؟ طب دورها بيكون شكله ايه في انقاذ المجتمع ومواجهه الافكار الخاطئه؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو. هي احدى واعظات وزاره الاوقاف، الاستاذه فاطمه موسى. اهلا بحضرتك، صباحك صباح الورد. اهلا بيك، صباح الورد. صباح الورد على حضرتك. اخترتي حاجه صعبه جدا، يعني انك تتعاملي مع الناس في تغيير سلوكهم او في ارشادهم دينيا. مش اي حد هيتقبل ده بسهوله. اخترتي المهنه او العمل ده ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لاختيار المهنة، فالمهنة هي اللي اختارتنا. احنا دايما نقول مقامك حيث أقامك. صحيح. وربنا عز وجل بيتكلم عن حاملي كتاب الله وحفظة القرآن، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. يعني المهنة الوعظ أو حفظ القرآن، المهنة الدينية عموما، احنا دايما بننظر لها ان هي اختيار من الله لينا، مش اختيار، مش احنا اللي بنختار. لكن بالنسبه ازاي بقيت واعظه دينيه ووصلت لكده ازاي، هو طبعا بطبيعه الدراسه اولا. انا دراستي ازهريه من الابتدائي، من البدايه خالص. فطبعا وانا داخله الازهر ما كنتش اتخيل ان انا اوصل للمهنه دي. تمام. لان في الوقت ده، مش هقول طبعا من كام سنه، من كتير، 3-4 سنين، ماشي مثلا، ماشي كده. الوقت ده ما كانش في حاجه اسمها وعظه دينيه اصلا. طبعا يعني تخصص الوعظه ده لسه قريبا، قسم جديد مستحدث، هقول لك مثلا من 20 سنه مثلا، من 20 سنه قسم مستحدث. طبعا وانا داخله الابتدائي وداخله الازهر، انا كنت داخله في يعني اهلي دخلوني عشان احفظ قران واتعلم العلم الديني، لكن ان عشان اشتغل ايه دي، لا ما كانتش محسوبه. ولا كنت مثلا عندك خطه تدخلي في تخصص معين؟ لان طبعا في طب ازهري، في يعني او تخصصات مختلفه. انا لما وصلت للثانوي كانت في دماغي حته الوعظه الدينيه دي، وبدات اسال، وكنت بقى طالبه ثانوي ومعتقده ان انا ممكن ادخل اي مسجد كده بسهوله، وبدات اسال، فبقت الناس تقول لي سبحان الله، كأن أنا يعني ربنا فعلا قدر لي المكان ده، لدرجة أنه وأنا في الثانوي دخلت مسجد وسألت، هو في هنا ستات بتدي؟ أنا عايزة أدي. فقالوا لي ما فيش حاجة اسمها ست بتدي في المسجد. ويشاء القدر أن بعد سنين أوصل لنفس المهنة. إذن وانت حضرتك في ثانوي بتفكري في ده، يبقى إيه؟ أكيد كان جو المحيط بحضرتك من الأسرة، من الجيران، كانوا بيستعينوا بيكي في إرشادات، في حاجات دينية، في أخذ رأيك، في رأي فقهاء مثلا، فعشان كده دي تنمت جواكي، ولا أنا فاهم إيه؟ هي اتنمت جوايا الاسباب. اولا ان بدري قوي، من ثانوي ده بدري قوي، لان اصلا الثانويه الازهريه بالذات في وقتنا كان فيها علم كتير جدا. احنا كنا بناخد من امهات الكتب. يعني ما كانش لينا كتب دراسيه، هو بيجيب كتاب من التراث ويقرروا علينا، فطبعا كنا بناخد كميه كبيره من العلم. وفي الوقت ده بدات تظهر يعني ظهور بسيط جدا بعض الدعايات على الاعلام. كانوا مثلا دعايات سعوديات او سوريات، كانوا بداوا يعني ببساطه كده. كنت انا بتابعهم على طول، وحبيت قوي مجال الدعوه ده. يعني حسيت ان انا هلاقي نفسي فيه. فسبحان الله يشاء القدر ان بعد ما خلص الجامعه سمعت فعلا ان ممكن بالمؤهل العالي بتاعي جامعه الازهر اخد حاجه اسمها تصريح وعظ. طيب حضرتك بقالك كام سنه في هذا المجال تنفيذ يعني او باحترافيه؟ حوالي 15 سنه. 15 سنه في مجال الوعظ. مصر عدت بمراحل كبيره جدا، شفنا ما يسمى بالربيع العربي في المنطقه العربيه بشكل عام، وده لفت النظر لان حاجات كتير بقى في مشكله، يعني في فئه ليست بقليله عندها تطرف ديني. يعني التحديات بقت امام الوعظ اصعب وبقت مختلفة، لأنه إحنا دلوقتي عندنا مشكلة، وكان في لغط في بعض ما بيتم تدريسه من قبل الكتب التراثية اللي حضرتك ذكرتي، وده اتقال في الصحافة كتير الفترة اللي فاتت. والرئيس السيسي أكتر من مرة
يعني أشار إلى تجديد وأهمية تجديد وتحديث الخطاب الديني. دور الواعظة ده بيحملك مسؤولية شكلها إيه؟ إيه اللي طورت؟ إيه اللي حسيتيه لازم يتطور فيه خطاب الواعظة على مدار 15 سنة؟ هو أولاً الربيع العربي عمل خير جداً في المجال الديني. ليه؟ لأنه لفت نظر العالم كله والمهتمين بالشأن الديني لحاجات ما كانوش واخدين بالها منه. لأن إحنا أول ما اشتغلنا كان وصل الأمر إن كان كل مسجد فيه مش هقولك واعظة فيه سيدة بتدي. كان من السيدات دي فيه مرخصات وفي غير مرخصات. ووصل الأمر إن كان فيه سيدات بتدي في المساجد غير مؤهلات، يعني ممكن مش واخدين حتى دبلوم. لمجرد إن هي قرأت كم كتاب، لمجرد إن هي زوجها شيخ. شيخ ومش شيخ مرخص كمان يعني برضو بيعتبر ان شيخ. فوصل بعض المساجد ان الشيخ فوق ومراته تحت. وبداوا يعملوا يعني حصر على المساجد، بقى حتى اللي هم الواعظات المرخصات او الازهريات بداوا يحسوا ان هم كمان ما بقاش لهم مكان. صح. وللاسف ان هم كانوا منظمين عن الشأن الديني اللي هو الايه الازهر والاوقاف. لا هم كان عندهم. خلينا نفهم من حضرتك حاجه، وانا اعرف ان الواسطه او ان زوج يجيب زوجته ولا حاجه في عمل عشان في استفاده ماديه هتحصل، في حاجه هتعود عليها، اعتقد ده ما فيهوش شأن مادي ان هو مثلا يبقى الشيخ هو فوق زي ما حضرتك بتقولي والسيده بتدي تحت الدروس، ايه اللي بيعود عليهم ده؟ ولا كان في في في, في مخطط لنشر فكر معين؟ هو كان في استفادات ماديه، استفادات من كل نوع. كان في استفادات ماديه طبعا. احنا عارفين ان كان في جمعيات وكانت بتدي رواتب لناس معينه وكانت بتستخدم الناس دي، بعد كده احنا لاحظنا ان هم استخدموه في بعض الانتخابات وكانوا بياخدوا بطايقهم ويروحوا ينتخبوا بيهم، واحنا عارفين الوقائع دي كلها. وكانت المساجد بتستخدم في الشأن السياسي. وكانت بتستخدم في الشأن الاقتصادي. وكانت يعني بتستخدم في كل الشؤون. طب يعني احنا ننتقل بقى للشأن الاجتماعي، لان ده برضو بقى اللي بيمس اهالينا وبيمس بيوتنا بشكل مباشر. الشأن الاجتماعي هو اساس الشأن الاقتصادي والشأن السياسي. ليه؟ لان احنا لو بصينا على الفكر بتاعهم بيقوم على التجهيل. يعني هو ما يقدرش ان هو يستقطب حد مثقف او عنده علم، ومعنى كلمة مثقف وعنده علم مش شرط ان هو يكون ممكن يكون دكتور بس. واجهتي ده ازاي بقى؟ يعني ازاي عالجتي ده من خلال شغلك، من خلال اللي يعني ازاي بتصلحي هذه الاخطاء مع الناس اللي بتقعدي معاهم؟ هل حضرتك بتقعدي فقط مع السيدات اللي زيك ولا بتقعدي مع رجال وسيدات كواعظة؟ هو العلاج ما كانش مني لوحدي، العلاج كان على مستوى الدولة كلها. اكيد طبعا. بدأوا يعملوا فلترة، يعني بدأوا يعملوا فلترة اللي هو مش مرخص او مش مؤهل ما يدخلش المسجد، وبداوا يتجهوا كمان للمرخصين اللي زينا، لان احنا اول ما اشتغلنا كنا بنشتغل بالشهاده فقط. وكان بيستعين برضو بناس غير مؤهلين، يعني دبلومات وجامعات، وكانوا بيروحوا يجيبوا. وحاجة عمال تكلمينا على التاهيل، هو التاهيل ده يبقى ايه؟ يعني انا حضرتك بتقعدي مع حد وانا عايز اقعد استمع وافهم من حضرتك، لازم تبقى مؤهله، يعني واخده ايه؟ جرعات تدريبيه ازاي؟ ايه التاهيل اصلا؟ التأهيل أولاً لازم يكون في الأول مقومات في البداية عشان الواحدة تشتغل واعظة. أول حاجة هم حددوا مؤهلات معينة. خريجة جامعة الأزهر أو معهد الدعاة أو معهد تقريباً دراسات إسلامية أو حاجة. وكلهم جهات رسمية. كلها لازم جهات رسمية. يبقى ده أول حاجة، وما بيكتفوش بكده وبس. لا ده كمان بندخل اختبارات، لأن مش كل المتخرج مؤهل. بتبقى إيه الاختبارات بقى؟ الاختبارات بيختبرونا في كل فروع الدين. فروع الدين قرآن، سنة، حديث، عقيدة، فقه، ده الجانب العلمي. وبيبدأ يتعامل معنا مقابلة شخصية. المقابلة الشخصية دي بتحدد عليها. ليه؟ لأن مش كل واحد عنده علم يقدر يوصل فكرة. طبعا. ومش كل واحد عنده علم فكره سوي، فكره اللي هو الشخصي. لازم يكون الداعية اولا فكره سوي، وتاني حاجة يكون على صلة بالواقع. الداعية اللي هو
اللي هو فاكرين زمان لما كنا بنقول ده فلان ده دودة كتاب ومسك النظر، علم قوي لكن ما يقدرش يتواصل مع الجمهور. فلازم يبقى دي كلها. وبعد كده بقى البعيد عن الاختبارات اللي هي طبعا الجهات الامنيه لازم تستعلم عن اي خلفيه. تضر المستمعين. هل لقوا في حضرتك حته التواصل او ملكات التواصل؟ خلينا نقول ان دي برضو موهبه زي ما حضرتك ذكرتي. انا ممكن يبقى عندي معلومات او مذاكره العلم ده كويس لكن ما عنديش ملكه ان انا اوصل المعلومه بشكل يبقى سهل للي قدامي المستقبل. اكيد. يعني دي اتدربتي عليها ولا كانت يعني اتعلمتيها ازاي؟ لا هو كان في البدايه التدريب اللي هو العادي اللي هو بالسليقه بالمعامله، لكن بعد ما احنا نجحنا بدا يظهر بقى يعملوا لنا تاهيلات تانية. بدا يعملوا لنا دورات تنميه بشريه، يدونا دورات وزاره الاوقاف بدات يعني على مستوى واسع. الصوره دي حضرتك تعليقي يعني دي كانت في ده اجتماع لسياده الوزير وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه. هو دايما يعني بيعمل اجتماعات دوريه مع الوعظات. ده اخر اجتماع كنتوا فيه يعني؟ دي صوره من اخر اجتماع؟ لا ده اجتماع مش هو حاليا الاجتماعات اللي شغاله دلوقتي هو بيعمل اجتماعات تحضيريه لمؤتمر الشان العام. لا ده كان من فتره. دايما بيعمل معانا اجتماعات دوريه ودي لفته جميله جدا. يعني احنا قعدنا شغالين في مجال الوعظ لعلمك سنين كتيره، ما كانش حد يحس بينا ولا يعرف بدورنا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر بقى اوامر ان هو يعمل اول فلتره وبعد الفلتره يبدا يلقي الضوء على الوعظات ويعمل لهم تاهيل. ودايما السيد الرئيس والسيد وزير الاوقاف بيركزوا قوي على حته تجديد الخطاب الديني. وتجديد الخطاب الديني دي في ناس دايما بتبص لتجديد الخطاب الديني دي بنظره يعني خوف وشك، لكن هما ما بيركزوش في الكلمه. الكلمه بتقول تجديد الخطاب الديني مش تجديد الدين. في فرق طبعا، في فرق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كان كان ماهر في قومه البلاغه والفصاحه. ولذلك كانت معجزته القران. ومش كده وبس، ده بدا يستعين بالشعراء عشان يعملوا زي دعايه للدين الاسلامي. هي الفكره كده، الفكره ان هي تجديد للخطاب بما يتماشى مع مستجدات العصر. صحيح. حضرتك قلتي الكتب التراث وكان فيها وحاجه كتب التراث ما كانش فيها حاجه غلط، بس فكره كتب التراث ايه؟ ان هي كانت بتتكلم عن العصر ده. صح. لما نيجي ندرس التاريخ الاسلامي في سياق محدد كان في ظروف معينه بتحكم الاوضاع. شوفي حضرتك يعني عصر النبوه، تخيلي عصر النبوه بيختلف عما بعده، والفرق بينهم موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يعني احنا لو بصينا البعثة في بدايتها كانت في حصار شديد وفي ضيق شديد وكانوا دايما بيستعينوا بكل السواعد. بدأت بعد كده الدولة تتوسع وتاخد شكل تاني، فكل عصر له أدوات مختلفة. فالفكرة ان هو يبدأ، وبعدين مجال الاجتهاد لم يغلق. هو اغلق لاسباب سياسيه واقتصاديه. حلوه المنطقه دي قوي، يعني الاجتهاد، لان هو دايما الناس كانت عندها خلط ما بين تقول لك ايه راي الدين. هو مفيش حاجه اسمها راي الدين، هو في راي الفقهاء مع اختلاف العصور. خلينا نروح لمنطقه ثانيه حضرتك بتشتغلي فيها وهي مهمه جدا، وانا بذاكر كده حضرتك انك عملتي ندوات مع راهبات. فاذا انت عملتي خليط كده مع المجتمع، اعتقد ده تجديد للخطاب الديني. لا ده اقول لك بقى الندوات اللي مع الراهبات دي غيرت فيا انا نفسي حاجات كتير. ايه هي بقى؟ هقول لكم حاجه. أنا تقريبا يعني لم ألتقي بمسيحيين التقاء مباشر نادر. ليه؟ لأن أنا تعليمي أزهري. والأزهر طبعا ما فيش فيه مسيحيين والمنطقة اللي أنا فيها ما فيش فيها. كان أول مرة ألتقي بمسيحيين وأتعامل معهم مع تعامل مباشر في المؤتمرات دي. مفاجأة. أنا اتفاجئت بقمة. أنا أسمع عن التقارب بين الدين الإسلامي والمسيحي وليس من رأى كمن سمع. طبعا قاعده معروفه. صحيح. اولا وجدت فيهم سمت ووقار وهدوء والتزام رائع. وفي نفس الوقت لما بنيجي نتكلم في الشأن الديني احنا الاثنين بتلاقي تشابه 99%. الاختلاف بسيط. تاني حاجه، وجود واعظه مع راهبه بيوصل رساله بدون كلام. طبعا موضوع منتهي. طبعا. وبيأكد على أساسيات الدولة المدنية، الدولة المصرية المدنية يعني. طبعا طبعا.
هو الدين اصلا بيركز على كده. صحيح. يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم في بعثته معظم اللي تعامل معاهم ومعظم اللي كانوا معاه في الهجره غير مسلمين. صحيح. فمن اين اتى يعني من اين اتى هذا الفكر؟ انا ساعات بستغرب اقول الفكر ده جه منين؟ صحيح. ده حصل ازاي؟ طب خلينا نروح بقى لدور حضرتك ودور الوعظات عامه في المجتمع، بتعملوا ايه؟ بتنزلوا من خلال مثلا ندوات في المساجد، بتعملوا بتنظموا مؤتمرات مثلا في القرى المختلفه، بيبقى دور حضرتك ايه بالظبط؟ احنا بنتكلم عن في امور يعني في امور سلبيه في المجتمع. يعني تمسك القضايا بعينها تشتغل عليها. طبعا نشتغل على القضايا بعينها، وفي قضايا بعينها بيبقى المبرر لفعلها الدين المسيحي والاسلامي. يعني مثلا زي زواج القاصرات، زي مثلا الختان، حاجات كتير. اكتشفنا ان في فتاوى من الجانبين بتبيح بكده، وبتقول للناس لازم البنت تتجوز بدري بالذات في الصعيد، وطبعا نسبه المسيحيين في الصعيد كتير. لا ده احنا اكتشفت ان في فتاوى مسيحيه ان لازم البنت تتجوز بدري، وما ينفعش البنت لازم يحصل عمليه الخلفيه زي ما هي موجوده في المسلمين، هي قضايا مجتمعيه مش بس مخصصاش. هو بقى قال لك ايه، هي تبقى بعد كده الوعظ هيبقى من الجانبين وبيبقى في الحضور من الجانبين. يعني حضور طبعا مدني، ملوش دعوه مش لا في مسجد ولا في اي ولا في كنيسه ولا في اي حاجه، في نوادي شباب، في مراكز شباب، ممكن في مثلا في قاعات. الناس بتستجيب معاكوا وبتيجي مثلا في مراكز الشباب، بتيجي معاكوا في الندوات والحاجات بتنظموها جدا وبيستفيدوا وبيقولوا انتوا فين. ايه اكتر الفئات العمريه اللي بتكون مقبله عليكم او حابه ان هي تسمع منكم، شباب ولا كبار السن؟ هقول لك، هو غالبا بتبدا بكبار السن وكبار السن بيجيبوا الشباب. من رجل ولا المرأة؟ كبار السن من رجل ولا المرأة؟ تفرق معايا كتير. يعني رجل. اللي بيجي أكتر سيدات. في المساجد سيدات. لكن في الندوات بيبقوا الاثنين على سواء. جالك مرة رجل عايز منك يفهم مفهوم معين، توضيح لقضية مجتمعية أو لقضية دينية؟ هو في الندوات الكل بيسأل. في المساجد لو راجل عايز مثلا استشارة أو كده بيبعت الاستشارة عن طريق زوجته، عن طريق أخته، عن طريق ست. ايه اكتر المواضيع اللي بيسالوكي فيها بقى، او اللي بتكون ملحه والسؤال بيتكرر كتير قوي؟ اكتر المواضيع الملحه يعني هي احنا كلنا لمسنا التعاملات، سلوكيات. السلوكيات دي يعني عامله مشكله كبيره. والرسول عليه الصلاه والسلام قال بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، يعني هو زي ما بنقول كده بروز الاخلاق في حديثه، وده اشاره لاهميتها فعلا الاخلاقيات. يعني ولما ربنا عز وجل حب يصف الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، مع أنه كان كثير الصيام وكثير الصلاة وكلنا عارفين، قال إيه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. صحيح. ليه؟ لأن الأخلاق هي الثمرة للعبادات. طبعا. هنعمل إيه بإنسان بيصلي وبيصوم وفي الآخر بيسيء للناس؟ يعني حتى ربنا عز وجل كأنه بيقول صلاتك وصيامك لله عز وجل، لكن فين الثمرة على الأرض؟ والصحابة يعني لم يصلوا لما وصلوا إليه إلا بالأخلاق. صحيح. إلا بالأخلاق. هل اشتغلت حضرتك مثلا مرة على هدم البيوت أو ارتفاع نسب الطلاق اللي احنا شفناها؟ هل مثلا الوزارة أو هل دولة ممثلة في حضراتكم إن ممكن تقعدوا مثلا ما بين طرفين تحاولوا ترجعوا البيت للاستقرار تاني؟ ده بيبقى دور من أدواركم مثلا؟ طبعا. هو يعني انا شرفت بالعمل في وحده لم الشمل اللي تحت مظله الازهر. تمام. انا شغاله في الازهر وفي الاوقاف. وحده لم الشمل دي اللي اقامها الدكتور شيخ الازهر احمد الطيب، دكتور احمد حفظه الطيب. الله. طبعا اللي حاصل دلوقتي وحالات الطلاق يعني هقول لك ايه، نسبة مرتفعة جدا، رهيبة. رهيبة فوق ما تتخيل. وبعدين أثرها ما بتبقاش على زوج وزوجة. جابت نتيجة؟ يعني قعدت مع حد في لم الشمل دي جابت نتيجة؟ في ناس يعني فهمت ولمت البيت فعلا تاني ورجعوا تاني؟ أيوة طبعا. لأن معظم الحالات دي هما مبوش عايزين كده، يعني تحس ان في ناس بتضغطهم ضغط او في ظروف بتضغطهم ضغط اللي طب من وجهه نظرك ومن خلال 15 سنه في العمل كواعظه، موضوع ارتفاع نسبه الطلاق المخيف ده كانت ايه اسبابه؟ اسباب كتير، من ضمنها الاسباب الاقتصاديه. وممكن تفهم الاسباب الاقتصاديه ان قله الفلوس. لا تخيلي ان الاسباب الاقتصاديه كتر الفلوس، هتستغربي على الكلمه دي، اقلهن مهورا اكثرهن بركه. ودايما لاحظي بقى، النهارده لما الاب يصرف على شقه ابنه 500,000 جنيه
مش ده اللي بيحصل؟ سقف معلق وسيراميك والنهارده اب البنت ممكن يكون بايع ارض، لا واخد كارد عشان يجهز. تيجي تبصي لو جيتي حسبتي على مجمل الزواجه، وانا بكلمك على ناس متوسطين الدخل، توصل ل 700,000 جنيه، يعني قرب مليون جنيه. وفي الاخر يوصل الولد وتوصل البنت ان الولد ما معهوش وظيفه وما معهوش كمان مشروع يعمله ولا معاه مهاره. ما هو بابا اللي جاب له الشقه بقى الشروط الاساسيه اللي طب بابا اللي دفع له 500,000 جنيه في الشقه ليه ما يغيرش التفكير؟ ادي له انا ال 500,000 جنيه في ايده ويعمل مشروع، يبدا يقعد الولد. اولا بيبقى اهل الزوج عندهم غضب كامن من البنت اللي جايه. ليه؟ لان هي معلش فلستهم قبل ما تدخل، وبيبقوا حاسين ان هم. اذا حضرتك رحت هنا معانا لاسلوب التربيه اصلا في البيت، كيفيه تحمل المسؤوليه وانا بربي الناشئه عندي، اخليهم يتحملوا المسؤوليه ازاي؟ لان ممكن يتفاهم البعض ان حضرتك وفر 500,000 جنيه بتوع الجواز دول اعمل له مشروع ان بيوقفي الجواز، مش عايزه الناس تتجوز. انا اتكلمت انما انت بتتكلمي على السلوكيات في التربيه من بدري. وبعدين تاني حاجه بقى ان ازواج وزوجات، احنا يعني احنا هنتكلم على الاثنين. الزوج لا يعرف، يعني لا يعلم شيء عن حق الزوجة. تمام. والزوج وبدأت تظهر دلوقتي برضو بنات لا تعلم أي شيء عن الحياة الزوجية ولا حق الزوج. وفي بعض الدعوات للجانبين، يعني دعوات للبنت خدي حقك وقفي له كلمه بكلمه على فكره ما هو ده رد فعل لسنوات من القهر للمراه، ما هو يعني طبيعي، يعني انت عايزه طول الوقت يبقى الرجل مش فاهم حقوقه، فهي المفروض المطلوب طول الوقت من الست اللي تبقى فاهمه. بصي هقول لك حاجه، هو ديننا قائم على حاجه، انا هودي هجيب لك الصوره المثاليه اللي الدين رسمها. بالظبط. يعني هو الدين لما قال ايه؟ اذا امرتها اطاعتك، هو حدد له انت تامرها في ايه وتحلاها ايه وواجباتها عندك ايه. احنا المفروض المراه في الاسلام واجبها يجي لها لحد عندها وهي قاعده حاطه رجل على رجل، ما تطلبوش. يبقى ده باب الطاعه. لكن احنا وصلنا ان دلوقتي الواحده تقول لك انا مستكينه فخلاص ما بيعبرنيش وما بيقوليش انت فين فهي مشكله من الجانبين. فانا عشان اطبق دي لازم اطبق دي. فدلوقتي خلاص لا في قيم ولا في مبادئ ولا دين، اصل الدين هو اساس كل شيء. الدين مش الدين تعامل وحقوق وواجبات ودنيا طبعا، سلوكيات في الاول وفي الاخر. انا عايز قبل ما اشكر حضرتك اشكر وزاره الاوقاف الصراحه على دورها المجتمعي في وجود حضراتكم الصراحه ان شاء الله، ووجود كمان الازهر بشكره جدا طبعا على المجهود اللي بيعمله سواء في لم الشمل او في قضايا كتير جدا. بشكر حضرتك طبعا كالوعظه الدينيه استاذه فاطمه موسى نورتنا النهارده، واعتقد لازم في حلقات بيننا كتير لان محتاجين كثير من الموضوعات نتكلم فيها. نورتينا صباح الورد. نورك. نورتينا، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا هسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بتاني فقره حواريه معانا، خليكم معانا.